الله وخاتكم اخواني اخواتي بكل خير، معكم ليندا واللي جبتكم حل ولا اروع. كل واحده راهي تعاني انها درت لي ماش ولا البالياج ولا صبغت شعرها بزاف وشعرها راهو يعني كنا مقرض يابس لدرجه كبيره. درت الوصفات وما استفدتش. اول حاجه البنات لازم تعرفوها باللي لي ماش والديكاباج والصبايغ بصفه عامه اذا ما جهزناش الشعر قبلها بالترطيب لمده اسبوع وبعدها كي نسبو معناها راح نعانوا بزاف بزاف من الجفاف الشديد، والجفاف الشديد يؤدي لنا الى تكسر الشعر، يعني الشعره تعود حكمتها تتكسر. كذلك من كان شعرك ارطب يشوك يعود هكا واقف، فتحيري تقول كيف شعري انا عندي صباحك مثلا الشعرات واقفين كذا، فهذا لانه نقص من البروتين والزيوت. اذا البنات واش راح نعملوا؟ راح نعملوا طبعا ديما روتين خاص بشعرنا، ما تهملوش شعركم كي تصبغوه هذه امر طبيعي، لكن اليوم راح نعطيكم اسهل طريقه وصدقوني راح تلقوا عليها نتيجه هايله بزاف زي الوصفات اللي كنت نحط لكم ديما وتلقوا عليها نتائج روعه. الطريقه هذه هي معتمده للشعر الافريقي. واش معناها؟ معناها عاده الشعر الافريقي مش مشكلته انه احرش، لانه هذا امر طبيعي يعني كل انسان وشطه ربي، لكن المشكله تاعو الجفاف. كان بزاف بنات تقول لك انا شعري راهو افريقي ولكن ملبد يتلاصق مع بعضه يابس مكسر يطيح لي، فهذا من الجفاف. لذلك اليوم راح نعطيكم طريقه يستعملوها الافريقيات لترطيب الشعر الجاف والمجعد، وانتم ديروها ما ممكن شعرك راهو يعني ناعم ولكن درتي له طبعا ديكاباج ولا ليماش ولا صبايغ ولا حتى هو يعني منين كان مليح رجع فجاه فسد، ديروها وباذن الله تعطيكم نتيجه ولا اروع. اول حاجه البنات هنا قدامي كما تشوفوا انواع تاع بلسم، عندنا هذا تاع ديلي ديفنس اللي هو مخدوم بالشيا باتر اللي هي زبده الشيا وكذلك اللوز زيت اللوز. اذا البنات بور دو كاريتي بور دو كاريتي عفوا وزيت اللوز معروفين باللي مرطبين لدرجه كبيره، يعني اذا كان عندك انت الامكانيات وتشي زبده الشيا وتذوبيها وتزيدي لها زيت اللوز الحلو وديريها كماسك قبل الدوش غير ديريها. هذه اول حاجه. عندنا هنا هواي وعندنا سواليس. سواليس هذا بلسم للالوان للناس اللي دايره الالوان والناس اللي راهي دايره يا البنات الكيراتين. واش معناها؟ معناها انت كي ديري الكيراتين هو صح راح يعطيك نتيجه والبروتين، مي بعد 3 شهور ولا شهر كاين ناس اكيد راح تخرج لها القشره وكاين ناس اكيد راح يزيد يجف الشعر تاعها، فدير لكم هذا البلسم. نروحوا الان الى الطريقه، ما نطولش عليكم لكن حبيت نشرح لكم انه بامكانكم تستعملوا اي بلسم، وانا بالنسبه لي البلسم المخير هنا يا تاع هوا يا تاع سواليس خير منه ثاني ألف مره. واش ندير؟ راح نجيبو مثلا انت تغسلي شعرك نهار السبت، نعطيكم مثال انت غسلتيها اليوم، اليوم السبت غسلتي شعرك، غسليه مليح مليح، نحبك تغسليه حتى 3 مرات، غسليه عادي جدا جفيه نورمال. غدوه من ذاك واش راح ديري؟ راح تهزي البلسم اللي هو امامنا هنا وتحكمي تبلي شعرك بالماء فقط، ما تغسليشو يعني تشمخيه بالماء فقط، ركزوا معايا باش تفهموا الهضره، شمخي شعرك بالماء فقط. وين الجفاف؟ كاين الناس اللي غاسين تاعها طبعا ماشي جافه فما كان لها تقربوا لها، كاين الناس من تحت جاف شمخي غير الجهه هذيك الجاف، شمخيه بالماء عصري شوي ومن بعد هزي كمشه تاع بلسم تاع اي بلسم عندك، هزي اي بلسم عندك واحكمي ديريه هكا في اي يعني اناء. واش راح نديرو اخر يا البنات؟ راح نضيفو له الزيوت اللي عندنا هنا، طبعا الزيوت حسب لون الشعر، اذا اللي ماش تاعك فاتحين ما همش خضر وما همش قري ديري زيت اللوز الحلو، ولا ما عندكش سيدي زيت اللوز الحلو ديري زيت الجوجوبا، ما عندكش هذه الزيوت ديري زيت سانغو اللي نطيبو به تاع الطبخ العادي، جيبيه من القرعه نظيفه وزيديه، ديري قيس ملعقه صغيره تاع اكل هاك في البلسم. كان عندك مجموعه تاع زيوت انت شعرك غامق مثلا عسلي ولا فيغ ولا غري تقدري ديري مجموعه تاع زيوت، خلطيهم جيدا هذه الزيوت خلطيها جيدا راح تتحصلي على كريم هاوليكم حقا. فكرتوني اذا عندكم حتى بلسم عفوا عندكم سيروم مثلا انت عندك سيروم في الدار ما استعملتيشو حتى هو ديري فيه عصره تاع سيروم، انا نحاول نعطيكم وصفه يعني تكون مكوناتها في الدار، لكن اذا عندك سيروم غير ديري. خلطي درك البلسم هذا وروحي للدوش تاعك هكا شعرك يعني شمخيه وعصري شوي، حطي البلسم على الشعر كامل، ابتعدي على منبت الشعر، علاش؟ لانه ديما المسامات تاع الشعر ما يحبوش حاجه تقيل عليه. ابليكيه على شو اسمه على الشعر تاعك وبدي مساجي فيه. واش معنى مساجي فيه؟ يعني شغل كيما ديروا ديفريزاج، احكمي شعره بشعره مساجي مساجي مليح حتى الشعره تاعك يعني كيما نقولوا حنا تدخل فيها الماده هذه اللي هو كريم مغذي ومرطب للشعر، وراح تشوفوا النتيجه من اول يعني استعمال. خلي في شعرك 10 دقائق الى ربع ساعه فقط و
اغسلي شعرك غير بالماء، ما ديري والو. وهنا طبعا اش قلت لك مغرفه صغيره تاع زيوت، ما تكثروش الزيوت، فهمتوا؟ ولا اذا كثرتوا الزيوت كثروا البلسم، لازم ديما كي تهزوه شوفوا كي من هاك. حطي على شعرك، قلت لك مخلي ربع ساعه، غلفيه بالنيلون ومنشفه سخونه، من بعد اغسليه عادي بالماء فقط، شليه وخليه ينشف طبيعيا. اذا عندك سيروم تقدري ديري ديري. شوفوا البنات الطريقه هذه تعمل على ترطيب الشعره بعمق، يعني ما نحكي لكمش على الفايده تاعها. سيرتو اذا درتي كل زيت عندك منه نقاط هكا، مثلا حتى عندك فيتامين او هذيك السيروم اللي تبيعوا، كبسولات الفيتامين ها اكيد تبيعوا ايضا عند. باختصار البنات اي حاجه عندكم راهي فيها فايده لشعرك وتوال من اللون تاع شعرك ديرها مع البلسم. والان راح ننجو الى طريقه الاستعمال وقداش مره في الاسبوع. طريقه الاستعمال شرحتها لكم، يعني خصله بخصله وديروه. هذه الطريقه ميم يكون عندك شعرك راهو تعبان شوي وانت حابه تليسيه بالسشوار ولا بالليسر، فتقدري ديريها، يعني تعملي بروشينغ ولا حاجه ديريها، راح يرجع لك شعرك يعني يهبل. الان نروحوا الى كم مره في الاسبوع. اذا شفتي باللي شعرك جاف بزاف، يعني جاف غراف وراهو في حاله يرثى لها، ديريها لمده 4 مرات اسبوعيا. مثلا ديري السبت، الاثنين، الثلاث والاربعة. مثلا نعطيتكم مثال، اذا شفتي شعرك راهو نورمال يعني مش وك الجفاف الشديد ديرها مرتين اسبوعيا. اتفهمنا البنات؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوني، وان شاء الله حتشوفوا نتائج رهيبة على مستوى لمعة الشعر، على مستوى الترطيب العالي للشعر. وكذلك هذه الوصفة يعني تغنيك على الكريمات الغالية اللي بمية وبثلاثمية الف، وفكرتوني تقدروا حتى اذا عندكم كريم تزيدوه. اذا البنات كانت هذه اليوم وصفتنا لترطيب الشعر، وهي طريقة افريقية لعلاج الشعر المتجعد. يعني حتى اذا عندك بنوتك صغيره راهو شعرها جاف بزاف وافريقي، ماشي من شرط من الصبغه، ولا انت شعرك افريقي ولا جاف ولا حتى رطب وراهو يعاني من الجفاف، ديروها راح تعطيكم نتيجه هايله هايله وراح ترضيكم. لانه كاين واحد الانواع تاع السيستم يديروه من الافارقه بزاف باهين، راح نحط لكم كل مره حاجه باش تستغنوا عن الكيراتين والبروتين، لانه احيانا حتى البروتين والكيراتين يعطينا نتائج رهيبه ولكن يدمر لنا الشعر اذا كانت جافه. طبعا كان هذا هو فيديو اليوم، اذا عندكم اي سؤال خلوه لي في التعليقات، واذا حبيتوا تنضموا معنا في الجروب تاعنا رانا قريب نص المليون ان شاء الله، خليكم الروابط في صندوق الوصف. وما تنسوش البنات تتهلوا في رواحكم في شعركم، والشعر كل ما تهليتي فيه مهما طولتي في العنايه مثلا شهر شهرين ثلاثه حتلقي اكيد نتيجه. وقصوا لي فرش تاعكم اللي تكون فريم قصفه، يعني كي تكون هكا حاجه مقصفه بزاف قصوها. والسلام عليكم.